السلام عليك، حياك الله عزيز المشاهد يا مدور الجلتشات. حياك الله، اليوم جايكم جلتش اسطوري. طبعا كل اللي عليك تسويه انك تنام اول شيء وترجع او تنتظر حتى الليل، ضروري جدا انك تسوي هذا في الليل. المكان طبعا ما يضيع في البزار، مجرد ما تنزل وتطلع برا تاخذ يمين ومثل ما تشوفون يعني تسوي نفس الفيديو بالضبط. الجلتش مره رهيب لدرجه انك تجيب الميداليات هذه او التروفي حق الزومبي. طبعا انا نزلت مقطع شرح للتفاصيل تبع تعديلات الاسلحة. تحتاج تروفيات كثير في اللعبة وعشان تطور الاسلحة او تركب المودات والبلوبرنت والسوالف هذه، فهذه الطريقة راح تفيدك كثير اذا كنت تاكل ولا شيء كذا. المهم مشغل لعبة يمديك تسويها من غير لا تبذل اي مجهود وتجمع لك تروفيات بلوشي. طبعا كل اللي عليك تسويه في البداية دقيقة واحدة تاخذ منك، انك تطلع من البزار وتروح هذا المكان اللي انا رحته وتضرب لك واحد من الحلوين اللي هم يجلس الصايحون وينادون الزومبي كلهم يلاحقونك. تبدا المطارده واحد من اربعه مثل ما تشوفون، تيجي توقف في هذا المكان. نادر جدا ما يجي واحد من وراك ويصقعك مثل ما شفته قبل شوي. انا حطيت هذا الكليب عشان تنتبهون. اغلب الاحيان وانا اسوي هذه الحركه ما يجيني اي احد من ورا حتى اوصل ليفل 2 و3 و4. بعض الاحيان يضبط الجلتش وبعض الاحيان يجونك يعني من ورا، عرفت؟ بس انا حطيتكم هذا الكليب عشان تنتبهون. مثل ما تشوفون يجوني حتى باردين يعني يمشون بشويش، فانت خلي الكاميرا حتى هناك يعني تم تناظر ورا. انا بس ارويكم وش اللي قاعد يصير هنا. اذا حبيت تهور مثلي تتقدم تروح تجلد فيهم شوي وترجع، بس نصيحتي انك ما تجلدهم كلهم، يعني خلي دائما واحد، عرفت؟ لان في اللعبه اكتشفت ان فيه رسبون. الرسبون يعني يصير مدري فيه خلل فيه اذا قتلتهم كلهم. بعض الاحيان تنتظر تطول مده لين ما يجيك الزومبي اللي بعده، فنصيحتي انك ما تقتلهم كلهم. حتى لو درعمت عليهم تخلي واحد، عرفت؟ اذا شفت مثلا اثنين تروح تقتل واحد وتخلي واحد بحيث ان الرسبون لا نهائي ويجونك زومبي بسرعة. مثل ما تشوفون وصلت ليفل 3 وجاني هذا الغثيث. ففي انواع يعني يجيك من الزومبي نسيت ساميهم اللي هم النادرين، فانت تحتاج انك تجمع النادرين وعلى حسب احتياجك. يعني كل مستوى يجيب لك نوع معين اللي هو الفريد والنادر ومدري ايش. طبعا ليفل 1 يجيك اللي هو العادي، هذا اي زومبي بسهولة تقدر تجيبه بدون الجلتش هذا. هذا النشبة اذا كنت تحتاجه يعني بتتعب شوي، ضروري انك تكون في ليفل 4. اما اذا كنت ما تحتاجه اللي هو والله نسيت اسمه، يبدأ بحرف البي. المهم مثل ما تشوفون هذه التذكار المصاب نادر ونادر وغير شائع والسوالف هذه كلها راح تجمعون جميع انواع هذا. انا طبعا شرحت لكم على السريع ومسرع الفيديو مرة عشان تشوفون ايش كثر اجيب. يعني في مدة المقطع كانت فعليا يمكن 5 دقائق بس انا مسرعها، فراح تستفيد كثير من هذا الجلتش. اتمنى تاخذ لفه على القناه تشوف الشروحات الثانيه. لا تنسى اللايك والاشتراك، انزل شروحات والعب العاب محاكاه وفيفا وغيرها من الالعاب. فاتمنى تشرفني بالاشتراك ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقطع جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.